وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرتنا عن فيزياء الأشعة التشخيصية وديجنوستيك راديولوجي فيزيكس. محدثكم أسيست بروف أحمد ناجي الجبل، مدرس أستاذ في كلية الهندسة، هندسة الطب الحياتي. المحاضرة اليوم راح نتحدث عن الديجنوستيك راديولوجي فيزيكس أو الأجهزة التشخيص الطبية، بعض من عندها وخاصة الإكس راي، وثم ناخذ تأثير أشعة الإكس راي على جسم الإنسان وشلون شنو هاي أشعة الإكس راي. طبعا احنا في البداية راح ناخذ الأشعة أو أجهزة التشخيص الطبي. احنا شنو هذا الإلكتريك ماجنتيك سبيكتروم أو طيف الأشعة الكهرومغناطيسي؟ نلاحظ من هذا الديجرام أو الفيجر الأمامنا بأن الأشعة التشخيصية، نلاحظ هنا أن الطول الموجي أعلى من الطول الموجي من الجهة اليمنى. ليش؟ لأن عندنا إحنا الفريكونسي هنا أنا أقل، لكن الطول الموجي الويفلينث أعلى. إذا إحنا في الجهة اليسرى نلاحظ هنا أنا الترددات مثلا الراديويه او الترددات الموجات الراديويه او التلفزيون او الترددات الدقيقه بالضبط هي ترددات غير مضره لجسم الانسان، لكن عندما نتجه الى الجهه اليمنى لاحظ بان الترددات زياده في الفريكونسي. يعني اذا زياده فريكونسي يعني شنو معناته؟ بان هو زياده بالطاقه، بطاقه الاشعه. إذا هذه الطاقة إحنا لو نحسبها نشوف من الألترا فايلوت أو الفوق البنفسجية بأن هي راح تصبح أشعة ضارة لجسم الإنسان، وكل ما نتجه إلى الجهة اليمنى راح نشوف أن الجاما راي هي أشعة أكثر مضرة لجسم الإنسان. يعني بمعنى بأن الأشعة قبل الألترا فايلوت أو الفيزيبل فما تكون، لاحظ بأن هي أشعة نون أيزون يعني غير متعينة، لكن في هذا الجزء في الجزء فقط فوق الاشعه الفيزبل هي اشعه ايونيه. شنو معناته اشعه؟ يعني الاشعه الايونيه عندما تسقط على جسم الانسان راح تأين لي الذرات، بمعنى بان هاي الاشعه الايونيه هي اما تكون ايون موجب او ايون سالب. الايون الموجب هو يعني كانما الذره فاقده الى الكترون، والايون السالب كانما هو الذره مكتسبه الكترون، وهذه الاشعه الايونيه عندما تسقط على ذرات جسم الانسان راح تأين الذرات، وهذا راح تؤدي لي الى مضاعفات ثانويه لجسم الانسان. احنا نلاحظ احنا اليوم حديثنا عن الاكس راي وشلون انتاجها بشكل مبسط وكذلك طرق الحمايه او سكيورتي منها. طبعا في بداية في سنة 1895 العالم رونتج 1895 العالم رونتج اكتشف الأشعة الإكس راي بطريقة الصدفة، وذلك عن طريق كان فحص عنده بهذا الأنبوب المفرغ بين الكاثود والأنود، ولاحظ توهج الأشعة أو الألواح ألواح الشاشة يعني الموجودة الفسفورية في المختبر عند تشغيل الجهاز. بعد عدة تجارب لاحظ بأن هناك أشعة مخفية لا يعرف، لذلك سميت بأشعة الإكس راي. شلون نستخدم هذه الإكس راي؟ وذلك بفحص أعضاء جسم الإنسان وخاصة العظام. ليش العظام؟ ليش؟ لأن جسم الأشعة عندما تسقط على جسم الإنسان راح يصير عندنا ثلاث حالات من الأشعة. الحالة الأولى بأن تظهر العظام باللون الأبيض، لأن الأشعة السينية التي تمر خلالها بسبب كثافتها العالية راح تمتص، لأن تعرفون لأن العظام هي مكونة من الكالسيوم، والكالسيوم العدد الذري مالته 20، يعني راح تمتص جميع الأشعة. بينما تظهر الأنسجة العضلية المصل تشيو والدهنية باللون الرمادي، لأن نسبة كبيرة من الأشعة تمر بدرجات متفاوتة، يعني خلينا نقول كأنها تظهر جراي سكيل. بينما تظهر الأنسجة التي تحتوي على هواء مثل الرائع لانج باللون الأسود، لأن جميع الأشعات تمر. لذلك إحنا هذه التدرجات الجريسكال من الأبيض إلى جريسكال ثم البلاك الأسود راح نستفاد من عندها بالأجهزة الفحص أو بالأشعة. زين، شنو الإنتاج الإكس راي ديفراكشن أو جهاز الأشعة؟ طبعا يحتوي على الجهاز
صادر للأشعة السينية. وطبعا هذا الجهاز ممكن فحص المريض بشكل واقف أو ممكن مستلقع سريع. لاحظ هاي الصورة أمامنا، والفرق بين صورة الأشعة وصورة التشو العادية لجسم الإنسان. هنا أنا هاي قسم من الأجهزة اللي تستخدم الأشعة السينية. الأشعة السينية يعني هل هي مضرة أم مفيدة؟ طبعاً هنا أنا فائدتها أكثر من مضرها. صح هي قلنا تأين الأجزاء من جسم الإنسان وراح تؤدي الجزيئات وذرات جسم الإنسان، لكن في هذه الحالة عندنا إحنا تستخدم أكثر جهاز مستخدم في جميع الأجهزة وجميع المستشفيات والمراكز الصحية. ليش؟ لأن استغناء عنا كل صعبية، أن هذا يؤدي لي إلى فحوصات عالية ودقيقة بالنسبة للأضرار الداخلية التي تتأثر. يعني نستنتج مما سبق أن العناصر مثل ذات الذرات الصغيرة لا تمتص الأشعة، وكذلك الذرات الكبيرة أو الخلايا المكونة للجسم في جسم الإنسان تمتص، ثم الذرات ذات العدد الذرة الأكثر مثل الأمام هي تمتص الأشعة. زين هنا لو نرجع وين هنا المضار مات؟ طبعا المضار ليس فقط للمريض، احنا لذلك المريض ننصح بأن لا يكرر الفحص مالته اقل من 3 اشهر، لكن هنا المضار اكثر اللي يصير بالاشعه لما تصدر من الجهاز. يعني هذا هو الجهاز، جهاز الاشعه يصدر بالاشعه الاكس راي، ثم هنا كولونيتر يمر لي به، وهنا المحدد انا اقصد به يمر لي على المريض بعد ما البيشنت يعني قصدي يعني على السرير او الشيزلون. وهنا أنا راح يدي هنا في اسفل المريض هنا الكاسيه، اما يكون عندي ديجيتال او انالوج. اذا كان عندي انالوج فهو هنا كاسيه، وهو تقريبا اختفى من المستشفيات لان يكون عبر تحميض، والتحميض تعرفون يؤدي الى يعني تلوث بالبيئه اللي الحوامض تتكون من الديفلوب، والديفلوب يتكون من الفوسفات والبرومايد، ثم الهايبو يعني مثبت لون الصوره، وثم تظهر طبعا تطلع اخطاء بها ليش؟ لان حسب درجه الحراره، حسب الاضاءه، حسب عوامل اخرى كثيره. لكن بالديجيتال هنا أنا تكون كلش سهله العمليه وابسط بشكل عالي. وطبعا الى فوائد كثيره، يعني هنا لو لاحظ هذه الاشعه ممكن بعد اجراء عمليه الفحص والاشعه السينيه تبدا نقدر نقرا. هنا هذه نوع من الاشعه اللي مثل ما ذكرت قبل قليل وهي نسميها الانالوج. هذه الاشعه موجود من عندها كثير، هو الفوجي والكوداك ايضا والاكفا وغيرها من الاشعه، وتقريبا هي اختفت من بقى هنا اختفت تقريبا من المستشفيات والمراكز الصحيه. هنا بقت الديجيتال والار سي، طبعا هنا لاظهار الاشعه عبر الجهاز. وطبعا هنا الديجيتال هو افضل واسهل، ويمكن هذه الاشعه ايضا الاستفاده منها مستقبليا بعد هنا أنا ايضا نوع من الاشعه نلاحظها بشكل دقيق جدا. شو طبعا هذه الاشعه ليش نستخدمها؟ ايضا تكلفتها واضحه. طبعا تستخدم الاشعه عندنا مثل اشعه الاسنان وكذلك الفورسكي وكذلك الماموغرافي. اشعه الاسنان وهي من عندها موجوده نوعين، وهو العادي والبانوراما. العادي وهو لفحص الاسنان مباشرة، يعني هنا يجي يضع الطبيب المختص جهاز الإصدار أو الترانسميتر، ينفك المريض مباشرة، ثم يضع الجهاز أو اللوح الحساس خلف الأسنان مباشرة. إذا كان عندي أيضا موجود بي ديجيتال أنالوج، إذا كان أنالوج فهو راح يبدي يصير التحميض مباشرة، يعني كانما يصير كيس صغير يحوي على الديفلوب والهايبو يعني المثبت، راح يبدي
ظهر مباشرة الطبيب المختص وراح يظهر عندنا الأشعة. أما إذا الأنالوج أيضا راح تنتقل عبر الشاشة. أما النوع الثاني من الأشعة وهي البانوراما. البانوراما هي نحتاجها كثير من الأمور وخاصة لتصوير الفك بالكامل. يعني ما يكون عندي أضرار الفك، عندي أضرار كبيرة بالفك. هنا راح نلاحظ هنا هاي الأشعة البانورامية أيضا موجودة هي ديجيتال. طبعا هنا هذه الصورة تكون دقيقة بشكل عالي جدا. هل بنكون عندي عملية بالأسنان لمجموعة أسنان أو لجميع الفك الفكين العلوي والسفلي. طبعا هنا راح نلاحظ أيضا عندنا الفلورسكي أيضا هو طبعا جهاز ايضا استخدم في الحرب العالميه الاولى وذلك لايجاد طلقات متمركزه للجسم. شنو هذا الجهاز؟ الجهاز ايضا يعتمد على اشعه الاكس راي. هذا الجهاز مضاره اكثر من الاكس راي العادي. ليش؟ لان هنا يستخدم كفيديو. نلاحظ في هذه الصوره للاجهزه القديمه اللي استخدمت. طبعا هذه الاجهزه القديمه اللي استخدمت صارت بها مضار كثيره للبيشنت وكذلك للطبيب المختص. ليش؟ لان هنا تصير هنا يمكن لي فيديوي. ثم هنا جت الاجهزه الحديثه طبعا ايضا بها مضار اكثر. ليش مضار اكثر؟ لان هنا فيديويه، يعني هنا عدد الفريمات عالي. طبعا الفريمات تقريبا هنا من 200 الى 500 فريم يستخدم الفلورسكي. هذه عدد الفريمات، يعني كأنما أنا أخذت 200 إلى 500 فريم بالإكس راي ديفراكشن أو الإكس راي الثابت. لكن هنا أنا هذه الفحوصات للمريض تستخدم على نطاق واسع أيضا. ليش؟ لأن تستخدم في مثلا فحص الدماغ، الأوردة، الشرايين، الأجهزة المعوية، كذلك الغدد. ليش؟ لأن إحنا نهيئ المريض وكذلك نعطي محلول. اما اليود او الباريوم، اليود هو طبعا 53، اي العدد الذري 53، وهذا يحقن في المريض، او الباريوم وهو عن طريق الفم العدد الذري 56. طبعا الاستفاده من هذا بشكل نعرف احنا وين يصير عنده الخلل داخل المريض، ويمكن الفحص بكل سهوله. ليش؟ لان هذه الاعداد الذريه للعنصر اليود والباريوم هي تستطيع تركيز الاشعه على ممر الدم او يعني داخل الاورده الدمويه. طبعا هنا نستخدم كاميرا الفيديكون داخل الجهاز، وهي كاميرا جدا دقيقه بشكل عالي وتعطيني دقه بالفحص. هذه هنا نوع من انواع الفحوصات امام حضراتكم، مثلا هنا المعده، هنا فحوصات الدم، وهنا كذلك لاعضاء الجسم الاخر. طبعا عندنا هنا فحوصات اكثر ايضا هو الاشعه المقطعيه سي تي سكان. طبعا هناك الفلورسكوب وكان على شكل فيديوي، لكن السي تي سكان هو يمكن هنا اخذ مقاطع. لاحظ هنا كانما هنا ناخذ سلايدات او سلايس، يعني عن طريق مقاطع عرضية لجسم الإنسان مكون يتكون بواسطة الكمبيوتر، هو صورة ثلاثية الأبعاد. وطبعا هنا هذه سيتي سكان هي متطورة أكثر ومكلفة أكثر، لذلك مو دائما يرغب لها الطبيب المختص. طبعا هنا أيضا لها عوامل وتأثيرات ثانوية. شنو نقصد بالتصوير الطبقي؟ يعني هي تقنية طبية تستخدم الأشعة السينية والكمبيوتر لإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد لأعضاء البيشنت، وتعطي تفاصيل الأنسجة الرخوة وكالأنسجة العضلية والأوعية الدموية مثل ما ذكرنا قبل قليل، بأن هنا البراين أو عظم جسم الإنسان هو يمتص الأشعة. ليش؟ لأن عدد ذري الكالسيوم أعلى من الهيدروجين والاكسجين والكربون مكونات لاعضاء جسم الانسان، لذلك تظهر عندي صوره
ثلاثية الأبعاد بهذا الجسم. هنا لو لاحظ بأن هنا الريسيفر أو الترانسميشن هو اللي ينقل الأشعة، وهنا البيشنت رقم 2، وهنا الريسيفر وهنا متلقي الأشعة أو الكاشف الأشعة، وهنا ممكن هنا أيضا الكمبيوتر وليظهر بشكل عالي ودقة عالية. طبعا هنا الأشعة والمريض، المريض طبعا يصاب بهذه الأشعة إذا كانت أكثر من الدوز المقرر عالميا، وكذلك يجب على المختص والطبيب المختص الحماية الكافية ضد الأشعة، وذلك بصداري. وكذلك الأشعة يجب أن تكون يعني غرف الأشعة تكون ذات حماية عالية جدا، وذلك ليش؟ لأن نختار الرصاص، وذلك لتغليف الغرفة كاملا وحتى لا ضياف، والسقف لحماية الإنسان الخارجي أو الأشخاص الخارجيين عن الغرفة. أنا أشكركم شكر جزير لاستمتاعكم وإن شاء الله استمتعتوا يعني إن شاء الله بالمحاضرة. تحياتي.